الاسم الكريم علي ياسين، عضو في مكتب جمعية الأمل السكنية بتمارة. هذه الجمعية هذه يعني كتهتم مهتمة بواحد الأرض اللي الناس شارينها، واحد العدد ديال المنخرطين شارينها بالوفاق، في الوفاق، واللي هي داخلة في البرنامج ديال إعادة الهيكلة، إعادة الهيكلة. وماشي غير الجمعية ديالتنا اللي كاينة، كاينين جمعيات أخرين اللي هما كلهما حنا شارين تمايا ومتفقين على أساس أننا نوضعوا مثلا يعني ندخلوا في إعادة الهيكلة. على كل حال الإشكال اللي عندنا هو أن مؤخرا يعني من بعد ما تغير عبدنا المكتب، الرئيس ديال المكتب يعني ما بقى رئيس ديالنا ديال الجمعية ما خدامش، ومن بعد لأنه داز المشروع الأولاني والناس ديالنا حنا ما استفدوش، دازت المشروع الثاني جاب الله وقفناه في الطريق لأنه هو ما كاينش هنايا كاع، ما حاضرش، دائما غائب. وعندنا محاضر باننا كنبلغوا باننا يجي نديروا اجتماع وما كيجيش نهائيا، وكل ساعه تيقول لك مثلا يا اما مريض يا اما كورونا يا اما عنده شي مشكل يا اما ويا اما يا اما. من بعد عامين كنقولوا له مثلا اعطينا اشنو فين وصل الملف، تيقول لك باقي هو، حد يقول لك مشيت هضرت مع العمره، مشيت هضرت مع هذا، الا ان احنا هذاك الشيء كله كيبقى غير تمثيل. الارض ما عندناش فيها اشكال، الإشكال راه هي بين الأرض محددة، يعني واقف عندنا اتفاقية ديال 2000 ودارت في 2003 ما بين المجلس البلدي ديال تمارا، ما بين الجمعيات، ما بين وزارة الإسكان والتعمير، مع العمران، مع وزارة المالية، وكاين برنامج ديال إعادة يعني الهيكلة ديال ديك المنطقة كاملة ديال الوفاق، وكنا داخلين فيها حتى حنايا. ولحد الساعة يعني راه الوفاق كله تقاد، يلاه دوك الأراضي ديالنا حنا هي اللي باقا معلقة تمايا بوحدها. لأنه هنا علاش هملوها تيقول لك البشوية باعتباره مثلا كرئيس ديال اللجنة، يعني تيقول لك بأن سيروا أنتم الجمعيات بثلاثة ديروا اتفاقية بعضياتكم وأعطوني لائحة موحدة. قلنا لهم متفقين. ملي جينا حنا دابا باش نقادوا اللائحة ديالنا موحدة، الرئيس ما كيكونش نهائيا، ولينا حنا عيب على الجمعيات الاخرين، حنا اللي ولينا متقلينو العرقالة، ولينا حنا كدير لنا عرقالة. علاش؟ على داك الرئيس، لانه ما عرفت ما بغيش يبدلوه. علاش ما بغيش يبدلوه؟ ما نعرف. هنا تنقول الانسان اللي كيقلب على المصلحة الخاصة، انا كنقول المصلحة الخاصة، المصلحة العامة ما كيقلبش عليها نهائيا. والدليل على داك الشيء هو ان مشاريع مثلا يعني اللي هما خرجوا لحيز الوجود، وحنا كاينين الدليل ان اللي شاريين تمايا ما استفدوش، عاد دخلنا عاوتاني في دعوه. اذا علاش غندخل في هذه الدعوه هذه انا عاوتاني من جديد، ونبقى كندخل المحاكم؟ علاش؟ علاش ماشي من النهار الاول يعني الرئيس يكون جالس مع الناس ذوك الجمعيات، جالس مع الجمعيه ونتفق معهم وكل شيء يستافد؟ الاجراءات هو الجمع العام، هذا هو الاجراء اللي كاين. وغدرنا الاولاني ورفضوا لنا الباشا، ورفضوا، تيقول لك انا ما بلغتونيش شخصيا، انا ما كنتعاملش مع الاشخاص، انا عندي التبليغ بانني بلغت المؤسسه صافي، انا كنتعامل مع المؤسسات. ملي ما بغاش يقبطوه هزينا لنفس الملف وجهناه للسيد العامل وجهناه للسيد الوالي، ملي وجهناه ليهم ما عندنا، ما توصلنا حتى شي جواب. ملي جينا كنبحثوا وكنقلبوا على الملف ديالنا فين هو، ملي كنسول تيقول لك راه هو عند الدي اج جي، ملي كنمشيو للدي اج جي كنسولو تيقول لك انا حلتو للبشويه، انا رجعت حتى لنقطه الصفر. كنبقاو رجعت نقطه الصفر، ما عليناش. عاودنا طلبنا الجمع العام، تيقول لك لا خص الرئيس يوقع. الرئيس ما يمكنش يوقع لانه عارف بانه مثلا حنا بغينا نغيروه بغينا نزيو لقدام. ملي ما بغاش التجئنا اننا مشينا حولنا المكان، جينا لسلا ودرنا جمع عام ديالنا في سلا، وهذو هما الوثائق ديالهم بحضور عون قضائي بجميع الوثائق ديالنا بجميع القوانين ديالنا، يعني باخبار ديال السلطات المحليه بكل شيء ديالو، يعني درنا كاع الاجراءات كلها القانونيه. ملي عاوتاني هزينا الملف وديناه ليه، تيقول لك لا انا ما نقبطوش، درتي جمع عام خارج التراب ديالي انايا. هذا الباشا تيقول لك خارج التراب ديالي انايا. والقانون الاساسي يعني في الفصل، عندي تنقول لها الفصل، عندي الفصل الثامن تيقول لك بان انا لي الحق مثلا، يعني تيقول لك ينعقد الجمع العام العادي يا اما بدعوه من الرئيس او بثلثين منخرطين. احنا جبنا لك اللائحه المنخرطين، تنقول لك ها هي هذه كلها هي ثلثين، تيقول لك لا هذه اللائحه سير عند الرئيس يوقع لك عليها. شرحنا ليه داك الشيء كله،
كاين هنا كان واحد علامه استفهام تما كبيره احنا ما فهمناهاش. لهذا احنا دابا حاليا كننشدوا انا الوثائق احنا عندنا كلنا، وهذه الهضره كلها اللي تنقول احنا مسؤولين عليها، عندنا وثائق ديالنا كاملين، كنطلبوا من السلطات المحليه يعني تجي يعني تشوف لنا هذا الحل، هذا تحل لنا هذا المشكل، لاننا احنا اصبحنا معرقلين المشروع كله معرقلينه، وبغينا ندخلوا يعني في النظره الشموليه ديال التماره 2024 يتحل فيها المشكل، يتحل المشكل. هذا هو اللي كنطلبوا من السلطات المحليه بما فيها العامل الوالي وزير الداخليه، يعني كل ما اللي عنده سلطه في الموضوع هذا انه يتدخل من اجل انه يحل لنا هذا المشكل هذا ديالنا، ونقدم مكتب ديالنا من اجل ان المشروع يخرج الحيز الوجود والناس تستافد، لان مضروره اكثر من 20 سنه وهي شاريه والارض واقفه تما. الاسم سعيد الحيان، عضو في داخل جمعيه الامل السكنيه بتماره. فالمشكل تقريبا الجمعيه تكريات في 2016، ولكن المشكل تبدا في 2019 او في شهر 12 2019. فالمشكل معه هذا الرئيس ابتداء من الاول ديالو لحد الان، ولا جديد دابا لحد الان عنده في العمر ديالو داخل الجمعيه كرئيس الصفه ديالو عنده 30 شهر، عنده الوصل ديال الجمعيه هي اللي عنده، هي اللي يقدر على الحيازه في يديه، ما عنده حتى ورقه، ما عنده مراسلات، ما عنده حتى شي حاجه. يعني من تنعيط الناس ديال المكتب تيراسلوه باش يديروا اجتماع طارئ ديال المكتب داخل المكتب، عمر ما استجب لهم، عمره ما تيجي لهم لاسباب يعني كل خطره شنو تيقول مريض علاش. مهم حنا كاعضاء منخرطين متضررين، الاصل في هذا المشكل هو الرئيس بغينا نحيدوه وحيدناه، طيب قال لي القانون ودرنا جمع عام هنا في سلاق بجميل يعني تقريبا 130 منخرط اللي عندنا اللي عنده الصفه ونظاميه، فجا 117 والنقط كاملين صوتوا عليهم الناس بالاجماع، حتى المفوض القضائي اشار لواحد النقطه اللي مهمه هي بان 117 الواحد من 130 ما باغينش الرئيس، يعني كاملين يرفضوا السيد هو بلا ما نذكروا الاسم ديالو، فانه يعني بانهم صوتوا بالاجماع على عدم رغبتهم في الرئيس ونائبه، يعني ما كاينش اكثر من هذا الشيء. هذا واش 117 من 130 لقاو مشكل مع السلطه في ممثل ديال السلطه السيد الباشا، فانا لقينا مش ما لقيناش مشكل مع الرئيس. حنا الان عندنا الجمع العام قانوني 100% بشهاده الخبراء، يعني دابا المشكل اللي لقيناه مع السيد الباشا، فتنطالبوا من السيد العامل ومن السيد الباشا باش يحل حاله هذا المشكل هذا في اقرب وقت، لان الناس الاعضاء من داخل المغرب ومن الجاليه المغربيه اللي تتشكل يعني واحد العدد كبير، فضروري حل حاله الموضوع، والا راه هناك بعض يعني تصعيد في اللهجه ديالنا. تنطالبوا حنا كمغاربه، تنطالبوا الامور هذه المسائل الاداريه تكون يعني بواحد اللطافه، والاصل ديالها هي الحقوق ديال المنخرطين ياخذوها، لانهم الناس راه كاريين وبمصاريف كبيره، والناس تشكي وكاين اللي طلق وكاين اللي مرض وكاين اللي مات على ود هذا المشكل هذا. يعني ما بغيناش نوصلوا لشي وقفات اخرى الاحتجاجيه تكون ربما اسبوعيه، فنطلبوا من المسؤولين يحلوا هذا الموضوع في اقرب وقت. المجمل ديال الاراضي هما واحد الخمسه ولا سته ولا سبعه ديال الاراضي، يعني فيها سبعه الكشارات، هو باع للناس مول الارض، هي باع الشيا يعني تيبيع لك 100 متر وتخلصوا الله يعاون. يعني هاد الناس هادو تيشكلوا واحد الجمعيه سكنيه هي اللي تتخاطب السلطات بالاجراءات الاداريه باش ياخذوا بقايهم جيز. اصل المشكل في الارض ما عندناش، والمشكل مع جمعيه الاطراف المشاركه في اعاده العكاله، جمعيه جمعيه الهدى وحسن الجوار، ما عندناش مشاكل معهم، عندنا مشكل مع ممثل السلطه باش يقبل الجمع العام هو السيد الباشا، محلول من غدا. لان المشكل بسيط، واش من تمشي عند الباشا وتلقى الملف كامل تقول خصني امضاء ديال الرئيس اللي هاد الناس 130 باغيين يحيدوه، كدير هاد الامضاء دابا على السيلو امضاء، يعني مشكل صبياني. فالحل الحل سهل، الاسبوع الجاي من خلال هذا الجمع العام الجديد اللي درناه في سلاق وباخبار السلطات، نراسلوا السيد العامل عاوتاني والسيد الوالي ان شاء الله، ولا ما تجاوبناش راه ضروري ندير لهم تذكير، وان شاء الله تنأملوا فيهم خير ان شاء الله باذن الله، لان راه الناس راه وصلت لحد القصوى ديال العصب ديالهم في هذا الملف هذا، لانه تنعاودها مشكل بسيط وصبياني. نطالبوا السلطات
سيد الوالي والسيد العامل والسيد الباشا هو نضيفوه لانه هو الرئيس ديال اللجنه ديال اعاده الهيكله بتماره. كان نشدهم يتعاونوا معنا في هذه المحنه هذه. احنا محنين والناس معنا محنين. والذكر ديال الجاريه، الناس ديال الجاريه بزاف منهم حتى هما راه كيراسلونا وكيغوتوا علينا وكيقلبوا حتى هما مساكن. راه كاين اللي ضرب 20 عام في الغربه و40 عام وشاري تما وما مستفدش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.